في لك تجيبي العواقب سليمة؟ والله عنا يا فارج الهم وكاشف الهم وجيب حاوط المضطرين. يا هي طلعت خالي مزكي، خليني اطمن عليها. شو طمنيني يا مزكي؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لا تقولي يا لا تقولي دلال طرحت. والله مالي عرفانة شو بدي اقول لك. انطقي هالجوهرة، نطفتينا قلبنا. لك يا فريال، البنت نزفت كثير من الوقعة، بس الحمد لله ما صار في طرح. لك شبكي امزكي شبكي؟ ما عم بفهم عليك. يا ستي تركناها على الله، هي وحظها. هلأ ما بيبان معنا الشي، بدها كم يوم لحتى يبين معنا. إذا رجع الولد تحرك بيكون عايش، وإذا ما تحرك بيكون ميت، والعوض على الله. شو نعمل؟ ولي علي عليك يا بنتي، ولي علي عليك يا دلال، ما شفتي يوم أبيض. طولي بالك سعاد خانم، الله يخليك طولي بالك. استهدوا بالله يا جماعة، ما بيصير إلا اللي كاتبه الله. تعالوا نشرب فنجان قهوة. فرد؟ بدك فرد؟ ايه بدي فرد، لاني ما بقدر امشي بلا سلاح، وبدي اياك تأمني اياه هلا هلا. يا ام جوزيف الله يرضى عليكي، نحن ما صدقنا انت تعافيتي ورجعتي بالسلامه. بدك سلاح مشان شو؟ فهميني، مشان ترجعي تعملي مشاكل وتقوصي على العسكر الفرنساوي؟ لا يا مختار، بدي دافع فيه عن حالي، ويلي فيه براسه نخوه وناموس بضل حامل سلاحه على جنبه طالما في غريب قاعد بارضه واخذ له بيته. طيب طيب، رح احاول امن لك سلاح بهالكم يوم. هلا بدي السلاح، واذا ما فيك تامن لي اياه قل لي، خليني اروح اطلبه من حدا تاني. لا لا تروحي لعند حدا غيري، انا رح امن لك اياه. هلا بتروحي بتعدي عند اختك ام صياح لبين ما امنه واجي. ايه شرفي. شرفي جميله، حطيتي ملح للتتبيله ولا نسيتي مثل العاده؟ لا ما نسيت مرت عمي. وياك تكوني مكترة ملح، ها؟ لأنه عمك أبو بشير ما بيواتي الملح الزايد. لا تخافي مرت عمي، ما كترت. وليش هيك مقللة العصفر بالتتبيلة؟ ولا ليكون أمك ما بتحط عصفر للمحاشي؟ والله ما بتذكر إذا أمي كانت بتحط عصفر ولا ما بتحط. قولي على قامتي إن شاء الله. فرك وسحفري يلا. يي بعت لي حمى، ظاهر نسيت الحفارة بالمطبخ. احركي روحي جيبيها بسرعة، احركي. قولي على قامتي إن شاء الله، قولي على هالجيل.